عندما بدأت سنة 2009 فذكرت ببساطة أنني لا أود أن أرى بلدي في الوضع الذي هي فيه، أود أن أرى بلدي حرة مستقلة قائمة على العدالة الاجتماعية. انطلقت أبواق الإعلام الذي تشبهني بالإعلام النازي والإعلام الفاشي، في لم يذكروا لي أو يناقشوا معي أي من هذه المطالب لمدة عام، وإنما أصبحت أعمل مع إيران، أعمل مع الولايات المتحدة ضد الإسلام، مع الإخوان المسلمين. الحملة الحكومية على الدكتور محمد البرادعي ليس فيها منطق سياسي ولا حكمة سياسية. At this stage, the following can be stated. One, there is no indication of resumed nuclear activities in those buildings that were identified through the use of satellite imagery as being reconstructed or newly erected since 1998. After 3 months of intrusive inspections, we have to date found no evidence or plausible indication of the revival of a nuclear weapon program in Iraq. وحصلت على جائزة نوبل، وفي حيثيات جائزة نوبل قالت أنني مدافع لا يهاب، هذا كانت اللغة التي استعملت، لأنني وقفت ضد وذكرت حتى أسبوع قبل الحرب أنه لا يوجد أي دلائل على امتلاك العراق للسلاح النووي. أما أنا كنت بأحاول أيام الحرب العراق أن أجعل مصر كذلك تكون طرفا وتحاول مع العراقيين للتعاون، وتحاول مع انها تتصل بصدام حسين لنصل الى حل سلمي، وليست مصر فقط والدول العربية، وانما الرئيس مبارك كذلك ذكر لي ان العراق، معلومات مصر ان العراق لديها اسلحة بيولوجية، يعني ما ذكروا للرئيس بوش ذكروا لي. Out that you were warned, I believe, by the Egyptian president Mubarak, I believe. Mubarak told Tommy. Yeah. Tommy Franks. That Saddam had biological weapons. احتجاجات الدول العربية تستطيع ان تمنع الحرب في العراق اذا ارادت. وإنما لم يحدث هذا. في 6 مليون خبر عن محمد البلدي، في 3 مليون خبر على الأقل بتقول لك إننا السبب الرئيسي إن أمريكا لم تستطع أن تحصل على قرار من مجلس الأمن بغزو العراق. الضغط على إسرائيل لتتخلى عن سلاحها، وليس إننا نحصل على سلاح نووي بطريق أو آخر. توقيف الغزة لابد افتح المعابر دي فورا فورا فورا، وليس هناك قانون انساني، وليس هناك اي شيء ان ما افتحش المعابر. اربعة خمسة من اعضاء الحكومة الاسرائيلية طالبوا بطردي من الوكالة. الاهرام قالت ان الدكتور محمد البردعي عنده جنسية سويدية، وده كلام فارغ، وناس ما اشتغلتش 5 دقايق بحث في الموضوع، لان الدكتور محمد البردعي لا يحمل اي جنسية اخرى. الدكتور البردعي لا يحمل الا الجنسية المصرية، لم ولن يحمل الا الجنسية المصرية،
أحدهم في الأهرام قال الجنسية النمساوية، آخر في جريدة الجمهورية قال الجنسية السويدية. بنتي تزوجت زوجها مسلم، تزوجوا في السفارة المصرية في فيينا على الشريعة الإسلامية، وكان شاهد زواج السفير رمزي عز الدين رمزي سفير مصر في فيينا. باسمي وباسم اي حد رد هذا الكلام، يعني بنقدم اعتذار لدكتور البرادعي. هذا ديننا يا جماعه، الاسلام هو دين الدوله، بتعكس تاريخ مصر وحضاره مصر الاسلاميه. يتكلمون عن الماده 2 ويقولوا ان محمد البرادعي ضد الماده 2. محمد البرادعي على الاطلاق الماده 2 طبق الماده 2 اول حاجه في مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المساواه. المساواه المساواه مع الرجل والمراه، المسلم والقبطي. للأسف يعني كثير من المصريين كانت الصورة مشوشة عندهم في هذا الأمر. يعني دكتور محمد البرادعي وطني من أقصاه إلى أدناه غصبا عن ناس كتيرة، لأن دي شهادة السيد الرئيس محمد حسني مبارك حين تكرم ومنحه قلادة النيل اللي هي أعلى وسام في مصر، ويمنح لأعظم وأرقى الشخصيات في التاريخ الوطني.